خريجة فاتن عياد الحميدي من اختصاص الإعلام وتكنولوجيا الاتصال. طبعا الأجواء مفرحة ومبهجة الآن في تدريب احتفالات التخرج، وقدرا اليوم كانت مناقشة مشروع تخرجي برضو. نجاحنا هذا وتفوقنا بنهديه لأهلنا ولكل أصدقائنا ورفاقنا واللي كانوا سند إلنا في هذه الحياة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بما نتمنى بعد التخرج يا رب.